السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا بارك الله فيك. وفيك. أنا كنت في غيابات الضلال خالص في سنة أولى جامعة هندسة القاهرة. ثم بعد ذلك من الله علي بالهداية وأتممت حفظ القرآن الكريم الحمد لله. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. بعد الجامعة وكنت طبعا بطلب علم الحمد لله في خلال الأربع سنين بتوع الجامعة دولت، همتي كسرت شوية لما دخلت في الدنيا يعني. ثم بعد ذلك قلت إن أنا بحاول أعوض الفترة اللي فاتتني دي كلها في طلب العلم، إن أنا هشرحه تاني في الجامعة. ربنا استخدمني في الجامعة هنا عندي في أكتوبر، الحمد لله في مستمعين كتير ويعني طريقتي في الإلقاء كويسة. فاللي كنت اتعلمته الحمد لله بدأت من فترة راجعه تاني أشرحه دلوقتي، فهل ده يجوز؟ أنا مش فاهم. دوهتني، انت كنت في ضلال مبين وهداك الله، وبعد ذلك ايه الموضوع يعني باختصار؟ تعلمت انا دلوقتي يعني انا ما عنديش جزء كبير من العلم، بس انا دلوقتي بشرح في الجامع دروس علم، يعني بتعلم من حضرتك وبتعلم من شيوخنا مثلا. الذي تتقنه علمه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية. فلا يلزم ان تحيط علما بكل المسائل، يعني أنت الآن تعلمت مسألة في أدب الاستئذان، لا يلزم أن تتعلم فقه الحج حتى تتكلم في الاستئذان. الذي تعلمته في الاستئذان علمه الناس. تعلمت غض البصر، قل للناس غضوا من أبصاركم واشرح لهم الآية. لا يلزم أن تكون عالما بالديات ولا بالمواريث. فالذي تتعلمه وتتقنه علمه للناس ولو آية. بلغوا عني ولو آية.